الجو المثالي في موسم البلدة. هيا بنا يلا على البحر والساحة نلعب ونتسلى نقضي بها مدة والقلب يستمتع في أغلب الأوقات ونلتقط صورة حتى ولو واحد وتحتفظ ذكرى في أجمل الأوقات حتى ولو واحد في أجمل اللحظات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اليوم هنا من سعاد الزبينة وبالتحديد من شواطئها الجميلة نبدأ معكم فقرات برنامج الجو المثالي الذي يأتي برعاية كريمة من شركة الحبيشي لاستيراد وتسويق الأغذية هنا باليمن. في هذا الساحل الجميل اليوم من مدينة الشحرة الرائعة نطوب بكم بالناس الحلوين اليوم التواجدين معنا هنا، العوائل الأصدقاء كل الحاضرين هنا معنا. نبدأ معكم فقرات هذه الحلقة، هيا بنا. ساحرة في الكون ولا من نفس الدر يا غلا، ساحرة في الكون ولا من نفس الدر يا غلا، ما رأت عيني وكلا مثل حسنك يا المكلا، ما رأت عيني وكلا مثل حسنك يا المكلا. ساحرة في الكون ولا كيف حالكم؟ والله تمام الحمد لله بخير. ما شاء الله من فين؟ من تعز. من تعز صاحبه؟ تعز. اسمع عاصم حالة انتم فيها؟ والله حالة من التغبير كل واحد يمسك الثاني مرغو. بس ما تخاف انه يعوره؟ لا متعود شغلنا اصلا الرملة دي شغلنا معروف نصافي نحن وياها خلاص معروفين. طيب كيف شفت الاجواء اليوم هنا في الساحة؟ والله الجو ما يحتاج كلام، البحر بارد شويه قدها مالح اكيد الملوحه هذه بعدها نروح بالملح يعني صاحبك بالملح يروح من البحر. ايوه اكيد بيت الملح يروح بغى صافي نقي يعني ضروري الملوحه. والناس اليوم ما شاء الله ما حد في الدار ما شاء الله. من متى وانتم متواجدين هنا في المكلا؟ نحن هنا من 18 سنه احنا هنا. يعني ما شاء الله لكم فتره من اول ابتدائي لما انتهت الثانوي احنا هنا. طيب ايش نصيحتك اليوم للي خلف الشاشات الناس اللي من تعز تقول والله حرام عليكم ما جيت البلد اليوم ضيعتوه والله ضاعت عليهم اصحابك ها اصحابك اللي في تعز ولا نسيتهم خلاص؟ ما قلنا عاد مسكين متاثر بالبقر كيف؟ تأثر شكلك زخيت حصل لك رمحة هنا خلاص أثرت عليه وإذا عاد مستوى ما ذحي خلاص يفصل ويرجع. إذن أجواء مثالية هنا اليوم على شاطئ الستين. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم اليوم باللقاءات هنا في ساحل الستين ومع الأخ عبد الحكيم عبد الملك حيمد. ما شاء الله من فين عبد الحكيم؟ من محافظة إب. من إب يعني جيت اليوم خصيصا للبلدة ولا؟ لا والله نحن 13 سنة وانا في المكلا بس موسم البلدة موسم استثنائي ما نفوته. ايوه يعني كل سنة لابد. نعم ونحن وانا موجود في المكلا مستحيل افوته الأمانة. طيب سبحان الله يوم صراحة تب مع موسم البلد. هو موسمين اللي كنت فيها فيب. نعم موسمين كنت فيها فيب لكن المواسم الأخرى لازم تواجد فيها. والأجواء اليوم كيف شفت الأجواء والحشود اليوم موجودة هنا في الستين؟ نعم الأجواء اليوم فوق خيالية. الأجواء مغيمة رشات المطر مياه البحر اليوم باردة. يعني للأمانة ما تفوت. يعني تغسلت؟ الآن شوي بتغسل كذا شوي وبننزل نتغسل إن شاء الله. طيب ما شاء الله هنا نزلت اليوم الشاطئ بالتحديد مع من؟ والله مع كثير من أصحابي بس الآن تدور واو كثير. طيب إيش تقول للناس اللي
اللي في إب اليوم خلف الشاشات اللي ما حضروا البلدة؟ أنا أقول اللي في إب واللي في غير إب، يعني موسم البلدة لا يفوتوه، بالذات اللي في المكلا المتواجدين في مدينة المكلا، أقول لهم لا يفوتكم هذا الموسم للأمانة، يعني موسم خيالي. مياه البحر الباردة، هذا بعض الروايات تقول إنها دواء، ورواية حضرمية تقول لك إن غسل البلدة تكفيك عن حجامة. نعم. طيب اليوم هنا لما نزلت انت على الساحل، لك كم كنت نزلت من ايام، من اول ايام موسم نجم البلده؟ يعني كنت تغسلت ولا على كل اول مره بتنزل؟ لا يوميا اتغسل. ما شاء الله، يعني كل يوم؟ نعم، بس صباحا ولا الصباح؟ الصباح بعد صلاه الفجر على طول نتواجد في البحر، بس امس واليوم الامانه البحر بارد مرة. الايام الاولى شويه حق البدايه. نعم نعم، فرصه سعيده. حياك الله يعطيك العافيه. كيف حالك؟ الحمد لله. اخبارك؟ تمام. عرفنا اسمك. علي حسين بعمر. فين؟ من الخبابي دوعد. من دوعد، ما شاء الله جيتوا هنا اليوم للبلدة. ايوه. كم انتم في المكلا؟ لنا 10 ايام. 10 ايام؟ ايوه. يعني اول ما دشن الموسم انتم موجودين؟ ايوه. ايش الاجواء؟ الاجواء حلوه والله. طيب جيتم على اصحاب والاصدقاء؟ ايوه كلهم موجودين. اسمك؟ نعم محمد بن جريج. وعاد من عاد من اصحابك فينك؟ تعالوا يا اصحاب دوعد، تعالوا. اصحاب دوعد. اسمك الكريم؟ عبد الله محمد بدير. يعني كلكم انتم اليوم بشكة توصلتوا انكم تتلقون هنا في البلدة وتتلمون من دوعن؟ ايوه من دوعن. يعني من السجيلها سنوية ولا؟ ايوه يعني نجيل. يعني كل سنة؟ كل سنة تكونوا متواجدين؟ ايوه متواجدين. نطلع من تحت بارح طلعنا نحن عشان البلد. طيب كشتوا الاجواء اليوم؟ ما شاء الله اجواء حلوة والله، ما عاد تحتاج الاجواء. غسلتوا بالخضران؟ اه والله جو زين، جو عاد مطر قبيل. طيب لاصحاب دوعن اللي خلف الشاشات اللي ما حضروا؟ والله يفوتهم هذا الاجواء، يفوتهم صراحه اجواء ما تتفوت. ما تتفوت ان شاء الله مستمرين هنا، يعني تكملوا الموسم ولا بتخرجوا؟ لا ان شاء الله الحد ولا السبت. الحد ولا السبت دوامات. اعمال معنا وال... اذا فرصه سعيده ان التقينا بكم. عرف ناس. محمد صالح المرشدي من جو المسحه. جو المسحه، كيف شفت الاجواء؟ ايش الاجواء؟ صدق حلوه ما تحتاج، والله ما توصف الاجواء. زحمة ما شاء الله تبارك الله. خرجت مع أصحابك ولا لحالك؟ لا خرجت مع أصحابي. وين أصحابك؟ أصحابي هذاك واحد وينه؟ هذا واحد هذا واحد هذا برشيد. ذا واحد تعال اسمك؟ زياد ناصر الصيف برشيد. ما شاء الله، يعني أنتوا أصحاب كذا كل يوم تجلسون مع بعض. هذا موسمنا تو، كم العيد احنا تو نخمبه كل ما. كم العيد؟ احنا موسمنا تو أصحاب جمال. قلنا احنا من اول ايام البلد خلاص مخصصين لكم ذا الموسم كل يوم صباح ان شاء الله. بصراحه حاجه طيبه. كشت الحضور اليوم؟ والله اجواء زينه والحضور كلهم طيبين واجواء البلده حلوه ما شاء الله تبارك الله ما توصف والله. واللي بعيد مغتربين قول لهم يفوتكم. ليش هيرت كذا؟ اللي يفوتكم والله الاجواء هذه حلوه، مفروض يخرجون في هذا الشهر، يخرجون في الاجواء البارده دون البحر واهلهم وعوائلهم. الاجواء والله ما تنسى. اللي سمعت انه قالوا اصحاب جو المسح ما شاء الله يون مواهب كذا، مواهب ابداعات تعليق اي حاجه والله بعضهم. طيب انا ما دقيت اليوم فيهم شكل. لا ولا واحد منكم؟ اصحاب رسواره عارف تفوتهم البلده. اصحاب رسواره قالوا بناهم تغمسون هنا يعرفوا البلده كلهم نزلوا. انزلوا يا اصحاب رسواره تفوتكم البلده تبردوا لكم. كان مرسي اصحاب جو المسح احدهم مشهورين. في القصيد مشهورين. يلا نبغى قصيد كلهم على اطواف ما شاء الله. كم فرصه سعيده ان التقينا بكم. يا مرحبا، حياكم الله مشاهدينا الكرام. اليوم هنا في ساحل الشحر بالتحديد من كورنيش الشحر، نبدا معكم تحدي اليوم من برنامج الجو المثالي مع هذا الجمهور الغفير هنا المتواجد معنا اليوم في مدينه الشحر. اللي كان حاضر ما شاء الله تبارك الله. عرفنا اسمك؟ محمد حسين سالم. حسك عادة كذا مربوش حتى يوم كنت تسمع مربوش. محمد حسين سالم احمد بن حمد. فين؟ من دولة العروش ما شاء الله. احمد سعيد حنان. من فين؟ من يمن. اسمه منطقة، اسمه منطقة سريع. اسمك؟ عبد الله مربع. اسمك الشرقية؟ الشرقية. موسى صالح مولد دويلة. مرحبا زيد الدبان. ما شاء الله له شعبية ذا شكله. لك شعبية. أول واحد بينزل. يعني يقولون إنه أول واحد بينزل وشو؟ إذا مشاهدينا الكرام المسابقة والتحدي كالتالي: رامي الكرات من هناك سيرمي الكرة، رمي قوي على أحد الخمسة هذول المتواجدين هنا، اللي يلقى في الكرة ويمسك الكرة
له الحق يطرد اي واحد من اصحابه ذولا، بحيث اللي يبقى في الدائره سيكون هو الفائز. الحاكم هنا موجود. نبدا العد مع بعض يا جمهورنا. يلا 1 2 مره افتح الله عليك. يلا مع بعض. تعال تعال استويت. ها طيب يا اخي يا بطرف الظل. ايوه بطرف ما استويت المسكه. بس انت كنت مسكتها وفكيتها يا اخي. ضبع يقرب نستكمل مشاهدينا الكرام. تبقى 3 في الدائرة. نبدأ العد 1. تعال تعال انت كنت تحديت كنت انا بمسكها. بس هو ايه السبب؟ كيف؟ والله شكله انه هو بيهرب. يلا نبدا العد من جديد. 1 2 3 إذا في المجموعة الأولى الفائز كان معنا اسمه أحمد سهل الليل. نسمع له أقوى تحية. تعال عندي ذا تعال. طيب المجموعة الثانية المجموعة سريع. إذا المجموعة الثانية جاهزة نبدأ التحدي. إذا مشاهدينا الكرام تتوقع انك بتفوز اليوم؟ ها شوف في ناس المجموعه الاولى قالوا نحن بنفوز ونكسوا الاولين. بشله ها بعد الخطوه يمشي ملك. كيف بعد الخطوه يمشي ملك عشان ما تنزل الاولي ان شاء الله. يلا نبدا. يلا يا جمهور نبدا العد 1 2 3. طيب تعال 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 تعال. لك الحق انك واحد من الدائرة. بوي بوي بوي. طيب تعال تعال تعال. طيب الحين ذا معوي كاميرا ما شاء الله يعتبر انك اليوم متواجد. ليش نزلته؟ ها شكله ما يحبه. احلقت يلا مشاهدينا الكرام نبدا من جديد. نبدا العد 1 2 3 سريع سريع رجع له الكرة. يلا نبدأ العد يا جمهور 1 2 3. افتح الله عليك افتح الله عليك. تبقى 3 تبقى 3 وكل فائز وكل الموجود في الدائرة انتبه للخط اذا خرج برا. نبدا 1 2 3. يلا نبدا 1 2 3. ها ها خرج عادوا. اذا الحكم يقول عادوا نواصل. يلا
لحظة 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 لك الحق ده ثاني مرة يمسك الكرة لك الحق ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وانت زعلت انك نزلت الاول لا لا بتفق عليه ولا ينزل تمام ماشي مشكلة طيب وينك تعال يلا سريع سريع عشان الوقت من بينزل عمي ينزل تبقى اثنين معنا مرمي الكرات يلا اذا للمرة الثالثة تمسك الكرة ويكون هو الفائز في هذا الفريق طيب تمام نبدأ بالفريق الثالث اسمع سالم احمد سيف سالم احمد بسيف سامة دروج مجيد سامة ناجي من الشهر إذا مشاهدينا الكرام الفريق الثالث ومرمي الكرات حقنا جاهز من سيكون المنتصر بحيث أنه الثلاثة اللي بعدين يتبارزون إذا نبدأ العد يا شباب نبدأ العد مع بعض 1 2 3 افتح الله عليك ها تبقى الثلاثة ذيلا انتوا حفزوهم شوي عشان يخافهم مع الرب اذا مشاهدينا نبدأ يلا نعد مع بعض يا جمهور الشهر يلا 1 2 3 يلا سريع نبدأ يلا الله عليك تبقى الاثنين امن لا ان شاء الله يلا نبدأ تبقى الاثنين 1 2 3 تحية أقوى تحية إذن الثلاثة الفايزين وينهم؟ أنا بجلس لك جلسة خاصة إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذا التحدي اليوم هنا من شاطئ مدينة الشحر نلقاكم بإذن الله تعالى في شاطئ جديد وتحدي جديد من برنامج الجو المثالي السلام عليكم السلام كيف حالك؟ والله الحمد لله صحتك طيب؟ والله تمام أمورك؟ والله تمام كيف الأجواء اليوم؟ والله ضخمة حلوة فين ما شاء الله؟ من سيون؟ أيوة خصوصا هنا للبلدة؟ أيوة عشان البلدة أنت معاه من أصحابك ولا؟ مع أخوي مع أخوك؟ أيوة وين أخوك؟ هنا وين؟ طيب اليوم هنا ما شاء الله كيف شفت الأجواء والمياه الباردة؟ والله أجواء لا توصف والله أجواء بردة أجواء البحر بارد الناس جميع الناس واللعب كرة طيب أول مرة يعني تحضر موسم البلدة؟ أول مرة يعني أول مرة في حياتك؟ أول مرة ما قد جيت أول يوم يعني شفت شيء ثاني؟ والله برودة حق المياه والله تمام بحر بارد مرة غسلت الصباح؟ لا ما تغسلت على الحين جيت يعني عقب ما وصلتوا؟ أي وصلنا إن شاء الله تبع البحر تبع البحر حياكم الله مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم اليوم في فقرة ضيف البلدة واليوم معنا ضيف مميز جدا 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 من مدينة الشحر الممثل والمبدع الأستاذ عبد الله شرفتنا احنا استاذ عبد الله وانتم طبعا شرفتونا في مدينه الشحر وطبعا جيتوا احنا اليوم حلو في جميل في موسم البلده يعني هذه البلده وهذه الشحر وهذا البحر يا أيوة. سلام هذه البلده هذا هو الزبيو وهذا البحر وهذا البلده أيوة. طيب استاذ عبد الله ليش طلقوا عليك اسم زبيو لقب زبيو هذا زبيو اسم لاعب في البرتغال في الستينيات زبيو هداف الدوري البرتغالي وبيليه هداف الدوري البرازيلي أيوه. هذا زبيو نفس الـ الـ نفس التصميم نفس الـ ايوه الـ هذا اسمه زبيو طيب استاذ عبد الله ما شاء الله انت اليوم مشهور جدا وكثير لك من المسلسلات والحفلات التي تقومونها المضحكه جدا متى بدات مسيره الفن هذا
والله مثلت مع الابطال المنزة في 73 مثل 73 ما شاء الله من يوم تو ظهرت عبد الله وعندنا طلعت تقريبا في اولى في ثانية كنا ممثل يعني هاي اصلا ما هو من ربك يعني الحين لما نروح السوق نمشي في السوق ولا شيء الناس يضحكون يضحكون على وائل مندري طيب انت تطلع اسواق شوي مشاهدين زيها كيف يضحكون لو اعطيتهم صوت لا ما عطى حتى ما صوت حتى النشك لي يعني واضح يضحكون الناس حريم وريال يعني يعني الناس مرتاحين يعني اول ما يشوفوا عبد الله زبي على طول ايوه حتى بعض الزوايات مسرحيات في الزوايا نطلع على المسرح زوايات المسرحيه ولا مسرحيات في زوايتنا في الزوايا نطلع على المسرح ما نهرنا بس الناس يضحكون على هوا بندري يضحكون انت حتى انت تعقد عارف نزل ريال تمام شوف شوف مباشره يعني. ما شاء الله يعني كل ما دخلت على قول المصريين حته طلعت حتتين عاشو طيب استاذ عبد الله ما شاء الله كيف شفت موسم البد السنه دي موسم البد السنه هذه موسم يعني حلو وجو بارد والناس يتغسلون والناس يلعبون العاب وطبعا يعني البد موسم سنويا يعني نجم انت ما شاء الله ما نزلت عادي تغسلت ولا ايش القدره على الغسل السنه دي لا السنه دي اقول لك كذا بتحدر شوي كذا اصل البحر ما يلقي لي بغبغه كذا بغبغه طيب ما شاء الله تبارك الله السنين اللي فاتت شاركتوا في فعاليات شاركت في موسم البدة في المكلف في الشحر في كل حاجه بعدين موسم البدة على طول الساحل الحضرم الساحل المحافظ حضرمه طيب ما شاء الله ايش نصيحتك استاذ عبد الله للناس اللي خلف الشاشات الحين شاهدونا احنا على قناه السعيده اللي ما حضر عاد موسم البلد مع اليوم والليله طيب. وات تقول طبعا السلام عليكم ورحمه الله إيه الناس المشاهدين اللي خلف الكاميرات نقول لكم سنانتي ليش ما طلعت البلدة؟ البلدة حلوة جميلة والبلدة حلوة والبحر حلو ولا معكم الأستاذ زبيو حلو وقناة السعيدة طبعا حلوة حلوة جدا جدا وقناكم إن شاء الله طلعون كل سنة تشوفون الموسم نقول لكم تعال أهلا وسهلا بكم في مدينة الشحر أو المكل أو أي منطقة يعني ساحلية فيها البلدة موجودة تعالوا ونحن نرحب نحن على العين والرأس تمام؟ بتيون أيوة واحد كلكم بتيون كلكم بتيون ايوه كلهم بيون ايوه عاشوا طيب يا استاذ عبد الله افضل عمل مسرحي اشتغلت عليه خلال مسيرتك عمل مسرحي يعني يم اعمال حلوه كذا زي ايش مثلا؟ مثلا سوي برايم مثلا شاركت في قناه حضرموت نو الحوري قناه اسمه برنامج على الدكه طيب انت لما يجيك العمل تختار افضل بيع على طول افضل نص افضل قسم في الاخراج تختار ايش اختار الشيء اللي فيه كوميديا يعني في كوميديا لانك مبدع في هذا الجانب انا كوميدي ممتاز بس لي يعني ترايلي ما بتقدر يعني بغيت ايوه اللي فيها اللي ماشي منها بتمشي معك لا نخرج عن طريق لكن بصراحة ما شاء الله مبدع جدا 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 بصراحة الله اليوم ضيف معنا مميز وحية وسهلة بك في برنامج الجو المثالي طيب اليوم على هذا اللقاء الحلو الجميل أعطيكم نكتة هات المشاهدين اللي خلف الشاشات اليوم شاشة مشاهدين خليكم معنا نكتة حلوة إن شاء الله تعجبكم مرة شيب ياس فوق الدكة حق الدار ومعاه ولاد فوق الريم تمام وعند الشيب ثلاث حبات دياي عند الشيب وأنا العب يا الكلب شلوا لي من دياي الشيب يصيح يا حوض عود فوق الريم يقول له طيب يا الكلب شل الثانيه من دياي الشيب يصيح يا حوض عود فوق الريم يقول له طيب يا الكلب شل الثالثه من دياي والشيب يصيح يا حوض قال له اخر يا حوض ها يابا ده الفريال بتاع بيبسي الكلب مشان يهضم ضحكوا اللي خلف الشاشات مره واحد سافر في الطياره غا مصر في الطياره طار لما تتعدى في الجو خلاص يعني بعد الاقلاع يعني بعد الاقلاع تعدى الطار في الجو يعني المضيفه تقول ما حفيكم مدوخ قال انا مدوخ تعطيه حبه حق الدوخه ثلاث مرات درت في الطياره حفيكم مدوخ قال انا مدوخ تعطيه حبه ثلاث مره داخ يا ابوي المفطر نقوع شافوا حق اللواز اسمه مدوخ علي مدوخ ايوه على فكره استاذ عبد الله إذا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في لقاء مع الأستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله قبل لا ننهي هذا اللقاء. أسألك سؤال واحد على جو النكتة اللي جبته، قد سافرت بدأ بالطائرة؟
جربت سافرت بالطائره بدا؟ ايوه. ها يا سافر لك اليوم عن وعن وعن ايوه من الرياض الى عدن بس ورحت مره رحت الهند مره رحت وين بس الهند بالطائره وصلت الهند. اذا مره في البلده ايام البلده ايوه وسط في البحر حق البلده ما قمت الا في الهند ما شاء الله تبارك الله. بعدين لما وصلت الهند هناك يا هنود بغوا يهدون هنود الايام يتافوا والخيل ميتاف قربه ايوه تخرج كذا دلاده لازم صاحب من الشحر في الكون وكون بعدين من الهند في باص من الهند في باص ما اليمن ما الشحر حاب اصدق لا ما حاب اصدق شريك كرام صدقوا زبيو. اذا فرصه سعيده ان التقينا اليوم بك بهذا الاستديو البسيط وعلى الاطلاله هذه الرائعه جدا على شاطئ الشحر. وبمناسبه انك اليوم شرفت نحن في هذا الاستديو نقدم لك هذه الجائزه المقدمه من طاقم البرنامج. صراحه فرصه سعيده جدا ان التقينا بك. كلمه اخيره تقدمها للمشاهدين. شكرا للبرنامج الجميل الحلو وشكرا على الهديه. هذا كل ما هذا مدل على شيء مدل حتماكم بالنايم عبد الله بالقرع زبيو. نشكركم وممكن اليوم معزومين عندنا البيت. قصدك واللي خلف الشاشه؟ المخرج ممكن اليوم بسطكم عندي في البيت؟ ممكن؟ بيك ممكن قال ممكن يلا تمام ما قال شكرا قال شكرا واي حياكم الله. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في فقرات الجو المثالي خلوكم معنا. إذا مشاهدينا الكرام هنا في مختلف شواطئ محافظة حضرموت وسواحلها هنا خلال موسم نجم البلدة السياحي نلتقي بكثير من خارج محافظة حضرموت. واليوم هنا معنا الرحالة اليفع اللي طاف الجمهورية اليمنية بالكامل ما شاء الله. عرفونا عنكم. أصيل اليافعي. نايف شراي. علوي السعدي. بسام فضل. قاسم السعدي. اليوم شكله آخر محطة معكم هنا؟ نعم إن شاء الله في المكلة. الشحر. كيف شفت الأجواء من خلال المدن اللي طفتوها كان؟ الأجواء ما شاء الله تبارك الله موسم البلدة معاكم الأجواء ما شاء الله والجو والطقس والأجواء والمتعة والناس والحيوية ما شاء الله تبارك الله صراحة شيء مميز جدا. خاصة عندكم الأجواء الصباحية تختلف عن الأجواء الباقية عن الأجواء الباقية زي العصرية وزي كذا. فالأجواء الصباحية هنا الواحد أول حاجة يعني يقوم نشيط والأجواء والبحر والدنيا ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف شفت الحضور اليوم هنا ما شاء الله؟ والله ما شاء الله تبارك الله يعني الناس متواجدين بقوة صراحة مع موسم البلدة ما شاء الله. طيب انتوا اليوم جدولتكم حق الرحلة هل هي جات خصيصا مع موسم البلدة او انتوا خلاص جات مع الجدول؟ والله جات مع الجدول برضه يعني عملنا احتياطنا على احنا نحضر هذا الموسم. انتوا حساباتكم انتوا؟ نعم وأيوة صراحة يعني اكثر ما كنا نتخيلها وحضورنا الاول يعني بهذا الموسم البلده. يعني اليوم مدينه الشحر بالتحديد ليش اخترتوها؟ والله اخترناها عشان الموسم هذا اللي فيها ورحنا عارفين انه من تاريخ 15/7 الى نهايه الشهر تقريبا تكون الاجواء فيها حلوه يعني. برضو زرتوا شواطئ ثانيه ولا الشحر فقط؟ لا شفنا حق الشحر فقط لانه يعني سمعته ما شاء الله بالجو حقه بالبحر حقه علاقي لكل شيء. يعني ما شاء الله وقيت له السنه الاولى وناس يعني صراحه تعالجوا فيه وشكروه وكل مره حتى هذه المره عدهم بيجون بكره يعني ما شاء الله. اذا الرحالة الجفع اللي طافوا الجمهوريه كامله تبقت معهم منطقه واحده وان شاء الله بكره متوجهين اليها وهي الحوف. الى حوف نعم جينا الحوف. حوف نعم باذن الله بكره. أول تخميرة في البحر بعدين لا حوف. نعم الأجواء الرائعة. لا حوف بإذن الله الأجواء الرائعة بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق في الرحلة. آمين يا رب إن شاء الله وياكم. وفرصة سعيدة صراحة إن التقينا بكم اليوم هنا في ساحل الشحر. حياكم الله، الله يحفظكم. إذا مشاهدينا الكرام مستمرين اليوم معكم هنا في مدينة الشحر بالتحديد في ساحل الشحر الرائع جدا، التقينا بالناس الحبوبين ذيلا. عرفنا اسمك. حسن. حسن. نجيب. نجيب. أنا محمد. نوفل. حسن ونجيب ومحمد ونوفل اليوم هنا في ساحل الشحر ما شاء الله من اندونيسيا. ايوه من اندونيسيا. كلكم اندونيسيا؟ اندونيسيا كلهم ما شاء الله. كيف شفتوا اجواء اليوم الشحر؟ اجواء والله الجو حلو زين ان شاء الله. شفت البلده؟ بلده مره حلو زين. الجو ما شاء الله تبارك الله في برود. في برود؟ ايوه. بحر بارد؟ بحر زين ايوه.
ما شاء الله. من متى نزلتوا للبحر؟ أول مرة. أيوة. الصباح الباكر. أيوة الصباح الباكر. الساعة كم؟ الآن الساعة كم؟ سابعة. الساعة السابعة. أيوة. ما شاء الله. أيوة الآن الساعة الثامنة. الساعة الثامنة. طيب. قد حضرت البلدة من قبل؟ أول مرة. أول مرة. إيش تطابع؟ هو بريد. برودة يعني. أنتوا اليوم خرجتوا من السكن لحالكم فقط الأربعة أنتوا. أيوة. الأربعة. ما نزلتوا بأصدقائكم الباقيين؟ ما أحد. بس أربعة. أنتوا أربعة نفر. بس أيوة. إذا بصراحة لقى ودي مع الأحبة اليوم هنا من دولة إندونيسيا وإعجابهم الكبير بشواطئ مدينة الشحر خلال موسم نجم البلدة السياحي. إذا مع هؤلاء الأربع الأشخاص الذين التقينا بهم اليوم نختتم حلقة هذا اليوم من شاطئ الشحر هنا من برنامج الجو المثالي الذي يأتي برعاية كريمة من شركة الحبيشي لاستيراد وتسويق الأغذية. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج الجو المثالي. كونوا في نفس الموعد. الجو المثالي في موسم البلدة، هيا بنا يلا على البحر والساحة، نلعب ونتسلى نقضي بها مدة، والقلب يستمتع في أغلب الأوقات، ونلتقط صورة حتى ولو واحد، وتحتفظ ذكرى في أجمل الأوقات، حتى ولو واحد في أجمل اللحظات.